يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل الرحلة الطويلة اللي كانت سنة 2012 شهر 7. طلعنا من الدنمارك، كنا في كوبنهاغن ودخلنا جسر، دخلنا إلى بلد جميلة جدا، وهذا الجسر جسر صناعي عملوه بين السويد وبين الدنمارك. هذا الجسر دخلنا بالقطار إلى مالمو، من مالمو رحنا ذهبنا إلى عاصمة دولة جميلة راقية جدا اللي هي السويد، والسويد تعتبر ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي، بلد كبيرة غنية جدا، عاصمتها ستوكهولم. عدد سكانها يوم كانت الرحلة هذه سنة 2012، الرحلة هذه كان عدد سكانهم 10 ملايين، وحنا تاريخ اليوم بث هذه الحلقة 1/1/2021، فلا زال عدد سكانهم 10 ملايين نسمة وشوي. يعني أنا ماني عارف الدول الاسكندنافية ماني سالفتهم، وقفوا يخلفون، ما يبون عيال، ماني عارف شنو قصتهم. إلى الآن أشوف أن عدد سكانهم 10 ملايين نسمة، بلد كبيرة، بلد ضخمة، بلد زراعية معروفة بالتكنولوجيا والمعدات الثقيلة، عندهم يصنعون التكنولوجيا وعندهم راقين، عندهم من أكبر صناعات الفايف جي اللي هو شركة أريكسون السويدية تصنع هذه التكنولوجيا، يصنعون الباخرات الثقيلة، الطيارات الثقيلة، كلها تلاقيها في السويد، بلد زراعية، وأيضا عندهم زراعة، عندهم اصطياد الأسماك، ثروة السمكية، لأنهم مثل ما تشوفون في بحر البلطيق، جارة للنرويج على يدها الشمال وعلى يدها اليمين اللي هو فنلندا. هذولا كلهم دول اسكندنافية أنا زرتهم وراح نتكلم عليهم إن شاء الله. اليوم كلامنا على السويد، حكم ديمقراطي، حكم ملكي، ولكن الملك فقط صوري، ولكن حكم عندهم حكم ديمقراطي، من أرقى الشعوب، أفضل الشعوب اللي شفتهم أنا صراحة. السويد بلد جميلة جدا وخضرة وزراعية، السويد شعب راقي جدا، من الشعوب الاسكندنافية، شعوب الفايكين، اقتصادها قوي، بلد زراعية، بلد جميلة جدا، وشيء عجيب شدني فيهم الصراحة الجمال اللي عندهم صراحة، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، الجمال اللي عندهم، جمال بناتهم شيء راقي جدا. يعني إذا أنت رحت بلد يوريك البوست كارت، هذا الصور المعايدات، يوريك صورة جبال، أنهر، شلالات، لا بسويد يورونك يحطونك صور بنات، يعني أنا مستغرب عندهم. بلد راقي، بلد جميلة جدا، وشعب صراحة عجبني، قعدت فيها تقريبا أسبوع، ومن عندها انطلقت إلى فنلندا، لكن راح أتكلم اليوم على السويد. المهم هذه المسافة، احنا هني كنا في كوبنهاغن، إن شاء الله رايحين الحين، حاليا احنا نص البحر راح ندخل على السويد، فهذا الجسر اللي هو اللي بالنص أترك أخي، هذا هو الجسر بالضبط، هذه اسكتلندا السويد، هذه كوبنهاغن، وراحين الى ستوكهولم ان شاء الله. المسافة بعيدة من الدنمارك، كنا في كوبنهاغن عاصمة، من كوبنهاغن نروح الى السويد. شوفوا معايا وش حزويت، نبغى غادي نفعل قطار سريع، هذه كلها بحر، شفت الارض هذه كلها هذه صناعيه، هذه صناعيه خالد، شفتها هذه ارض صناعيه مو حقيره، شفتها ارض هذه كلها صناعيه، حطوها خصيصا حق هذا بحر، ويسارك بحر، شوف اليسار، شوف يسارك، هذا يسارك بحر، شوف هذا بحر كلها صناعيه، هذا المسافه اللي بين الدنمارك والسويد، هذا جسر الحين صار جسر، شوف صار جسر، الحين جسر كبير، الحين ما في، الحين جسر مبنى، هذه كانت صناعية، شوف القديم والمغاربة والتمك والزاب والتمكين الأرض ولا فيتين، سرغة يا خالد، شوف التواليت هذه، والله العظيم مدير في الأوتيل هذه أحسن من الدور عندنا في البلاد. هذا جسر المسافة اللي بين الدنمارك والسويد، فإن شاء الله الحين. ولا واحد كويت يقول يا جماعة تكون رصاص، الله يعطيه شنو؟ حرامية.
الاسود هو المصدر الرئيسي لانهم ثروة هنا عندهم الاخشاب. في بناصر عندكم معلومات اقتصادية معلومات جغرافية كل شيء حاضرين. دخلنا السويد شو محلها خضرة السويد صار ثلج بقى الشتاء هني. غيوم هني شكلها هذه السويد. دخلنا السويد عندهم البقر عندهم الخضار عندهم شير تقريبا نفس نيوزيلندا بالضبط خضار اخضر. بس حبينا نصور المسافة يعني صار لنا بالضبط ربع ساعة ونص باقي ساعة 50 دقيقة بالضبط ان شاء الله نوصل للعاصمة ستوكهولم. فاحنا من جايين كوبنهاجن الى ستوكهولم اللي هي من كوبنهاجن لمرج الى السويد دول 5 ساعات. ان شاء الله الحمد لله رايحين الحين خلصنا من الدنمارك رايحين لستوكهولم. انا والشاب اللطيف خالد لا زال معايا. فان شاء الله قاعدين يوم ونص في الدنمارك ولا اقل من يوم. او وزهم هيم لا ورق على ذلك سبيتو دللي هل فعشان أنا ترجم إنكم ما تعرفون يقولوا هذا ياباني يعني أذكية الباب مع الحمام ما يعرف يفتح الله يعزكم فما قدر يفتحه فإحنا اللي فتحنا له وبالخروج ما عرف يطلع فطق المساعدة هل جت هل يحط يقول هذا ياباني أذكية على إن شاء الله رايحين الدنمارك إن شاء الله الدنمارك سوري خلصنا الدنمارك إن شاء الله رايحين ستوكهولم 5 ساعات في القطار مثل ما شفتوا الحرمة طلبت تذاكر ف ان شاء الله 5 ساعات معنا اللابتوب وان شاء الله خير وان شاء الله اوريكم نقعد يومين في ستوكهولم اللي هو عاصمه اسكتلندا وش تبي يومين هذا يرجع نكملك يا الله ونوريكم الصور هناك ان شاء الله. والحمد لله وصلنا هالسويد ستوكهولم العالم ديالهم على قولة المغاربه. المهم فاحنا راح نمشي باتجاه هذا مع اغراضنا نجر هالجنطة هذه عشان ابو وليد وفي منضاد هنا وين رايح ناخذ جولة على هالستية الحلوة هذه. خاف من الكاميرا هذه. يعني على فكرة هني عندهم الإعلام وايد يحطون علم السويدي يعني بين مستانسين فيه. في ناس هني الأبيض يمشي مع الأسود. درجة الحرارة الحين الساعة 4 ضبط إلا 2:45 ودرجة الحرارة 15 وإحنا بالسويد بعز الصيف الناس لابسوا جاكيتات. يا سلام يا خالد. يا سلام خالد صار سويدي خلاص عطوه الجنسية السويدية. عطنا وجهك يا خالد سبحان الله حتى الوجه قلب يعني حتى قلب. شوف كل مرة بالفيلم ما بيك يصور المرة هذه بيصور ليش حتى وجهك صار سويدي. يعني حتى بالسويد اطرارة بس الطريقة مهذبة صراحة شحبة بس ضرابة. عمالي جدا يا غالي بس للذكرى لأن المباراة اليوم الحين فرنسا
اسبانيا. فاليوم نشوف المباراة هذه شايفينها ب 1-0. في ستوكهولم في نادي هني انا ما ادري ايش اسمه بس انا معجبني الملعب الارضيه يعني مو ما اعتقد انها عش بصناعيه بس ملعب حلو بس كره قدم يعني هم الدرجات الجمهور مفول مثل ما تشوف سلام في هناك مقصوره حق العائلات فقط ملعب هني في جاري هني في حزام طايح ما ادري حق منو فريق غير هناك نادي عريق النادي اللي هو اسمه كم اسمه فنتنشن دعاية هذه مو اسمه هذاك النادي هذاك النادي اسمه على المهم بس حبيت اصور نادي عجبني الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.